तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारी दोस्तों, आज की वीडियो आप तमाम हजरात के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को आप हजरात पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसकी ढेर सारी बरकतें मिलेंगी। आपकी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम के लिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए आप वजीफ़ा करते हैं तो आप अपनी हर प्रॉब्लम के लिए इस वजीफे को कर सकते हैं। हर मकसद में कामयाबी के लिए, हर हाजत मुराद को पूरा होने के लिए आप इस वजीफे को कर सकते हैं। हर हाजत पूरा होने के लिए आप लोग इस वजीफे को ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये वजीफ़ा जो हम आपको बता रहे हैं, आज की इस वीडियो को देखते देखते ही आप इंशाल्लाह ताला इस वजीफे को कर लेंगे। आपको ये वजीफ़ा पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। हर हाजत के लिए इस वजीफे को आप कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिना और देरी किए आइए हम लोग वजीफे को गौर से सुनते हैं। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پیاری دوستو مبارک ہو آپ نے وظیفہ سن لیا آپ سب کا وظیفہ ہو گیا لیکن اگر آپ نے کہیں بھی سکپ کیا ہوگا تو آپ کا وظیفہ نہیں ہوا ہوگا اس لیے پیاری دوستو آپ لوگ وظیفے کو اچھے سے دوبارہ سے سن لیں اور اگر آپ نے سکپ نہیں کیا اچھے سے سنا ہے آپ نے دوبارہ سن لیا ہے تو آئیے اب ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا اور دعا پوری ہونے کے بعد کامنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رہ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ الرحمن الرحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں میلے کچیلے ہیں یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما ہمارے ماں باپ کی ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت جس کی جو بھی نیک و جائز مراد ہے اپنے کرم سے ہم سب کے ہر نیک و جائز مراد کو پورا فرما ہر نیک و جائز حاجت کو پورا فرما ہر نیک و جائز آرزو کو پورا فرما آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے میں محمد رضوان رضا قادری اور آپ سبھی کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملیں گے دعاؤں کی گزارش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ